The male's pulse style, not غيره من الصفات. The border وغيره. بس لا تحس هنا ما طبعا بعد ما تقدر تحطه ويا اورجن يعني عاده يعطيك ديفرنشال دايجنوز ما ادري يوتراس او اوفري او كولونيك او باول او ريتروبريتونيا عاد انت الديفرنشال دايجنوز انت والمعلومات اللي عندك حول كل منطقه and which type of lesion can cause mass or palpable lesion at this area. Then examination of the organs. خد نفس شكرا بعد شكرا الليفر بي سبان سترنال نوتش تريك سترنال انجل بلو ات تو ذا رايت بولمونري تو ذا ليفت aortic سوري تو ذا رايت aortic pulmonary and both of them are second intercostal space resonance نعم فتشوف وين مكانه وتشوف الليفر سبان السبلين ذا سيم خذ نفس طبعا because I am coming from left بعد بعد اذا ما حصل السبلين حاول دافع نفس او تدير المريض تو ذا سايد وتسوي له كومبليت اكزامينيشن تعرفون الميثود؟ انه تديره على ذيك الصفحه وايده هيجي وهذه فيها ونفس الشيء تقول له اخذ نفس وهكذا هسه راح تشوفونه موجود بالهيجنسن وبالماكلاب الكدنيز باي مانيوال هذه الباي مانيوال هنا فراغ below the last posterior اخذ نفس تحس انك فد شيء عندك يصير بين يديك مثل ماس البركشن ريزونانت اضافه للبركشن مال السبلين والليفر نعم واخر شيء عندك الاسكلتيشن والجواينر ريجين تحس الفيمورال بلسز نو ليف نود ولازم الهيرنيا بارت اوف اكزامينيشن كفر اند ثانك ذا بيشنت والله هاي شغلات انت تخص يعني انت عندك طريقه خاصه بالاكزامينيشن احنا الطريقه الماشي عندنا هذا مو هنا من اسوي بالبيشن من اسوي بالبيشن وين عيني؟ هذا ايه فعلا هذا الكيس تحت الجلد شوفوا هذا الشيء ما شنو بيشن بالسكرايد بس بات وي ار وي ديدنت يعني فايند ات او لوكلايز ذيس از لوكلايز سولينج نو هذا لايبوما لايبوما موفينج تو ذا سايدز هذا كيس ذهني ما له فينا ان شاء الله ويترك يعني قطعيا لا والله اذا يكبر من حقك تشيله من حقك تتركه انا وجهه نظري ترك الا اذا كبر كلش بس لايبوما لايبوما بناين تيومر بناين تيومر صحيح بناين كولكشن اوف ذا فات سيلز بالنسبه انت للانيوريزم اف اتس بريزنت راح تحس هنا بالوسط مو تجي لهالمنطقه اكو فد بلج بلزتايل بلج هو يسوي لك يعني هو لانه الانيوريزم عاده موجود بالاعمار الابوف 65 يوجوالي الابدومينال ايورتيك انيوريزم اي when you palpate this area here you will find a mass smooth surface round but it is pulsatile مثلا وتكون شو اسمه عاده pulsatile mass نعم عندنا pulsatile الليفر مرات تصير pulsatile وين بالتراكاس مدري قلت بالتراكاس مدري قلت مرات اي بي فيستشولا بالسبلين هم نسوي بسيط اسوفيجيال فاريسيس يو فيل السبلين من جهه وتشوف الكابوت ميدوزا اتش تو بين فينز اواي فروم ذا امبلايكس فيزيبل نعم يس والدايركشن اوف ذا فلو يعني اوتسايد هذه الحقيقه بالادفانس بورتال هايبرتنشن صراحه ما بدنا شايفها كابوت ميدوزا الجاجولار والكاروتين اكو ست سبع نقاط تميز لك بين الجاجولار والكاروتيد اول الكاروتيد نقطه الجاجولار بين منطقه الكاروتيد واحد جي بي بي تو اور مور الكاروتيد كان نوت بي كومبريست جي بي بي ايزلي كومبريست
الجاكولار كان بي يعني نعم مانيبيليتد اخذ نفس ينزل طلع نفس يصعد من ياخذ نفس مو يسوي سكيجو بلاط اذا لانكس هذه مثل عندك هاي بعد باتو جاكولار او ابدومينال جاكولار على الميد ابدومين تضغط 5 سنتيم 5 ثواني شوف الجي بي بي اللي بيت الكاروت ده ينام على ظهره دكتور مرخص تاعي ايه شكرا شكرا باللانك بوزيشن جاكولار يصعد الكاروتيد مع العلاج اول ديز ها باص طبعا هذا باص ستاير هذا فيزيبل نوت بالبابل جي بي بي هذا فيزيبل اور بالبابل ات ليست بينما جي بي بي فيزيبل يكون بس نوت بالبابل بس على دي ينسى بس تحط صبعك ينسى نعم شنو بلازول هذا؟ بلازول ابراهيم؟ يلا وين هن؟ نعم انجكشن اوف اومبرازول which is a proton pump inhibitor used for the any peptic ulcer disease or really more any cause of upper GI bleeding. Side effect of the drugs antibiotic ممكن ينطونه؟ جماعة السيفايا سبورين؟ جماعة السيفايا سبورين صحيح. حاليا ينطونه يعني جن. ويا من؟ ويا الامبرازول ويا الروكسيف هذا حتى يسوي جي اي تي ابسيت. على مود يسوي جي اي تي ابسيت؟ اي يعني خاف العدم او عدم هسه بريفيس السري اللي اثر. تونه بس واحد لا لا خلاص يقول انا عنده بليدنج دي امبرازول ان اوردر تو بريفينت بليدنج بيبتيك ألسر كوز باي اسيد بيبسين انجري اسيد بيبسين انجري نعم في الاكزامينشن اوف ذا ابدومين اب نورمال شيب اوف ذا ابدومين ذير از سلايد بلجينج ات ذا رايت لور زون بيسايد ذا انسيجن ات بلجينج اوت وذ ذا كافين there is a very long scar of previous surgery with multiple draining sites. The abdomen moves with the respiration and umbilicus is inverted. Did that it go? No. No, this is like when you are right, you know. There is a swelling of the right lower chest wall. Chest wall. No, it is movable. Attached, not attached to underlying tissue. معناه مو malignant. Not attached to underlying tissue. Superficial. It is soft to firm, smooth surface, movable in all sides. يعني not tender, normal overlying skin, not attached to underlying tissue. Mostly this is lipoma. Lipoma. يعني تشبه. Palpation of the abdomen. It is soft. No features of the acute abdomen. Superficial and deep palpation. There is no features of acute abdomen. و particularly تشوف هذا البلج قام عليه تندرنس ليش؟ لأن إذا any complication of the hernia like obstruction, strangulation of the hernia. طب الأمعاء بالهرنية متطلع. ممكن. بس يعني بعدين. كلمة تأسى قدام patient. يعني هسه راح تروحين. They will think that there is a bowel gang. Please do not use it. شو شلون تبغى عليك؟ مو علي مو علي بالقران. بس يراهم بالاثنين يحجوها هم. ابد ابد احذرك والى الابد. Do not use the popular medical terms that are horrible to them حتى الكوليك قولي ايثانوليك نعم لانه اي اني اندرستاندينج يعني حتى احنا الالمانيه ونشوف فولس اندرستاندينج من احكي بالانجلش يقول لي لا تحكي لا تحكي جيرمان لو نوت توك لانه ذا بيشت ويل مس انتربريت ات از ا هارفول ثينجز تو سو يوز انذر لانجويج ان اوردر نوت الاو تو هيم تو اندرستاند فيرت البيشنت ترى عالم اخر اذا تريد الديره وتشوف in inguinal area, non-inguinal adenopathy, normal femoral pulses. Auscultation, normal bowel sound. No other, no bro, we heard over the any area in the liver or septic tract, the mouth, or the mouth. So overall, there is an scar of previous surgery. Only abdomen was soft. No other findings found. Cool. Inguinal hernia. Genital examination. PR examination of the back
are parts of complete examination of the abdomen. Fine. Inguinal hernia. Yeah. Scrotum بالنسبة للميل والفجانة بالنسبة للفيميل. البر فور بوث. الباك فور بوث. مرات رينال ابسيس ميبي من المرات. الباراسباينال ابسيس او ليجين. سواس ابسيس سواس هيماتوما. سباين ليجين. بتحس السباين سباين ابسيس والله يعني كلها قصص ببالي على حالات يعني مست ممكن باي فقط ستيب بسيطه لو واحد يسويها يعني اذا هرنيا جينيتاليا بي ار باك انزل هيج هرنيا جينيتاليا بي ار باك باك ذي ار بارتس اوف كومبليت اكزامينيشن اوف ذا ابدومين ننتقل للاكزامينيشن اوف ذا تشيست الاساتيز ديفيوز ابدومين ديستيشن وراح راح تكون اول ديستيشن اوف ذا ابدومين والاساتيز نوعين ميديكال وسيرجيكال الميديكال راح تكون عنده تندر وكل الفيشر بينما الميديكال راح تكون فري فلويد كالليفر سيروسيس والهارت فيلر والنيفروتيك سندروم اما السيرجيكال فهي اكثر اما اكويت ابدومين او مالجنسي او تي بي اكسوديات وترانسوديات اكوردينج تو ساج وات ساج سيرم البومين اسيتس اسايتس جريدينت اس اي اي جي سيرم البومين اسايتس سيرم اسايتس البومين جريدينت سيرم سيرم اسايتس الالبومين جريدينت ايش قد الالبومين بالدم ثلاثه ايش قد الالبومين بالاستيك فلويد مثلا اثنين الفرق بيناتهم واحد. لا لا هذا معناه it is exudate. exudate transudate. نعم إذا أكثر من واحد ونص أعتقد أو أقل من واحد ونص. exudate. يعني إذا أكثر كل ما الفرق يزيد يصير transudate. كل ما الفرق يقل. بين الاستايتس معناه they are similar. كل ما الفرق يزيد الساج سيرم استايتس. سيرم استايتس. سيرم استايتس. البومين جريدينت كل ما الفرق يصير اكثر من واحد ونص اعتقد يصير كل ما الفرق يزيد يعني معناه ترانسوديت ترانسوديت كل ما الفرق يقل اكسوديت كل ما يقل اكسوديت كل ما يقل الفرق هافري بول بالتشيس شلون نسوي الفلورال فلويد اسسمنت عن طريق اللايت كرايتيريا هسه ناخذها بالفلورال فلويد ريزونانت ريزونانت راح يصير دال هنا من ندير علينا او يعني اذا بديش الصفحه ادير علي الصفحه نعم يصير شيفت الريزونانت يصير دال والدال يصير ريزونانت اوكي اوكي ويو هاف تو دو ات اي ثينك حتى اذا نو فيزبل بروميننت سوالينج سين يو هاف تو دو ات لان سم تايم يعني سمول اماونت اوف فلويد will not cause a massive abdominal distension. It will cause a mild distension, which can be passed normally. Now, the chest examination. Inspection. The shape of the chest. Symmetry. راح يظهر لنا هذه هسه هاي السوالينج أنا visible lesion there is right lower chest wall swelling عاد توصفها ما تعوفها توصفها شوف حقيقتها نعم shape of the chest normal shape of the chest visible lesion visible lesion breathing of the patient stable لا بس تعكب لك اذا تعدها بدقيقه يطلع بالقرب ال 30 because I think of the anemia anemia then use one finger اللي هو التريكيا تريكيا سنترال سنترال واخذ نفس No tracheal tag, which is a feature of respiratory compromise. إصبع نفس الإصبع. على موديل Apex Beat. Second, third, fourth, medicalavicular line. نفس الإصبع بعدك. إصبع قبال إصبع. خذ نفس. بعد. نفس. جيد يعني جيد يعتبر اصعد الاعلى نفس فيها بعد جميل بس هنا
انت بالعملية سوى لك عملية ايش سوى لك؟ بعد وحال شيء الحمد لله. يبدو انه بيكوز اوف ريجل سيرجري صاير ادهيشن على الدومين بحيث من اقول له نفس نفس يعني يا دوب اصبع واحد لما صعدت الى الاعلى نفس جيد هنا بديع. اذا الظاهر اكو بهاي الاريا مال الدايفرام وهي هذا يجوز صار انجري بالدايفرام او صار فايبروسيس بحيث it is unusual for young male to have يعني نفس little معناه there is limitation of chest expansion at lower zone. شو يعني واحد مثلا يعني 4-6 سنتي نسبة العمر اصبع قبالة اصبع قلنا اصبع قبالة فوقه كومبير وهكذا او هيجي راحتك تريد هيجي تريد هيجي بس اشوف هاي افضل وهكذا بالنسبه لليفر الهارت دلنس منا والليفر دلنس منا واخيرا الاوسكلتيشن اسمع فور ايفري اريا يو هاف تو كومنت اون breathing sounds added sound. إيش بيها breathing sounds؟ أول شيء أي واحد شيء راح يقول good air intake poor air intake. هاي كمية الهواء نوعيته vesicular low bronchial. ثالثا inspiratory expiratory ratio because the common lung disease هو COPD. The hallmark مالته شنو prolongation of expiration. Prolongation of expiration means obstructive airway disease. هذا الساوند اللي عنده كريبتيشن ورونكاي ورا الرابتريك بقى الكريبتيشن طقطقة والرونكاي ويس 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 that's it in every area نفس طلع طلع بعد بعد قول 44 قول 44 بعد عافية بعد صحيح شكرا جزيلا. مثلا راح اعطيكم different varieties of binding مثلا واحد عنده نيموثوراكس هو هنا ما شو تقول هنا resonant limited chest بعيده تريكيا ديفيتد ممكن وين؟ الاذر سايد تريكيا الشيست اكسبانشن ليمتد وين؟ بالافكت سايد البركيشن شو تكون resonant او هايبر ما هو هايبر resonant breathing sound diminished air entry دمنش تماما تكون انه نو اد ساوند مثلا البلور فيوجن ايش راح يكون التريكيا اذا الاذر سايد الاكسبانشن ليميتد بيرف سايد دالنس سيم سايد ونو اير انتريو ويكون فيسيكولار النيمونيا الدمنش نفس الشيء تريكيا سنترال الدمنش اذا لارج اريا اوف كذا والبركيشن نو دال والبرونك يكون جود اير انتري برونكيال نورمال انسبيراتور اكسبيراتور ريشيو وذ فاين او كورس كريبتيشن COPD تريكيال تاك بوزيتيف ممكن ديفيشن اذا عندك كومبليكيشن كولابس فيوجن نيموثوراكس كولابس يجر اللانج جر والبلورا تدفع اللانج جر والبلورا تدفع وايش راح يكون ريزوننت وديمينيشد كاردييك اند ليفر دالنس ديمينيشد اير انتري فيسيكولار وذ برولونجيشن اكسبيريشن بالكرونيك برونكايتس كريبتيشن بالانفيزيما والاسما رامكاي والبرونكيكتنسز دائما كورس كريبتيشن قرقرقرقر طول العمر هاي بالنسبه للبرونكيكتنسز يعني هو الانفكشن الى انفكشن الى انفكشن دامج انفكشن دامج انفكشن الى اللوس اوف بعدين فايبروسيز وكاربولمانيا اذا examination of the chest for this patient normal shape of the chest but there is swelling below the lower zone which is وصلنا قبل شويه نعم تريكيا سنترال او تريكيا ديفيتد تريكيا تاك positive لا negative lapic speed visible palpable not وال not visible خلصنا chest expansion ايش لاحظنا هنا limited chest expansion باللور زون we don't know سابقا وعن صراحة ان السيرجري مأثر على المنطقة مال الدايفرام بحيث الشيست function باللور زون مثل شلون نقول مكتف it is stiff due to previous surgery or fibrosis or adhesion بينما بالميدل والابر زون ذا جود تشيست اكسبانشن 4 الى 6 سنتي
اي نعم اللاجئ البركيشن نوت بالليفر تقيس وهنا الكارديك دامس ما يحتاج تقيسه مجرد وجوده او لا بالانفيزيما مع كل رزنا بالنيموثوراكس كل رزنا الهارت مغطى برزنا تشو اللي اما انفيزيما كل اسيست هواء مليان هواء او الهواء صار بنشر وطلع للفلورا نعم الاير انتري قلنا بالدرجه على الانفيزيما او السي او بي دي ديمينشت اير انتري جود اير انتري ديمينشت برولونجيشن اوف اكسبيريشن مثلا فيسيكولار برونكيال والعاد السام بالهارت تكون بايلاترال بيزل كريبتيشن فاين واذا الفيولر اوديما يصير كورس كريبتيشن انترستيشال لانج ديزيز اولويز فاين كريبتيشن برونكيكتس از اولويز كورس كريبتيشن النيمونيا بالبداية فاين كريبتيشن بعدين يصير كورس كريبتيشن الأسمة عادة والإنفيزيما ما بيها كريبتيشن برونكايتس فيها لأن البرونكايتس عملية سكريشن فرازات قحة وبرغم معظم البلغم يكون وايت غراي بينما بالبرونكيكتسيس always it is green or yellow green blue وهكذا examination of the heart شيء ادري تعبت لا it is the last step today then last day حابين نسوي لكم complete examination of the body patient cooperative and there are four كل شيء والله كل شيء ماي قرحة نازفة وطاب منها بس عوضوا بالدم وطولوا بار على مدى يصير نزف والله كل شيء معني عيوني انت الشيب اوف ذا تشيس نورمال زين ماذا تلاحظون انه الشيس لا 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 جاي جاي هيك يعني قصدي الاسترنم هيك صاير يعني جاي لها صفحة يعني هيك ماي عهجي قصدي مو not like this it's not like يعني shape of the chest there is tilting to this side شو ما جوز due to previous surgery أو التروما يعني نعم أو صار عنده وياها fractures of the ribs أكيد الribs fractures نازل تمام صلاح خالد يكشف سبلرات بلابراتوري نعم طيب ممروده نعم عندنا قلنا الشيب اوف ذا تشيست فيزبل ليجن اخر خطوه بالانسبكشن هي اول خطوه بالبالبيشن اللي هو الانسبكشن نعم اذا لقيتها حدد مكانها ما لقيتها دين تروح وين احنا الاكزامينشن ذا دائما يمثل حرف زد فهذا الابيكس بيت وراها وين اروح لابرسنال اريا مو زد ترل ليفت ترل مال في اس دي وتراك هاس مدري ايش شنو ترل بالبل مرمى ليفت ار في اتش الزد وين يوديني للبلمونري اريا والايورتيك اريا بالبل بي 2 pulmonary hypertension palpable A2 systemic hypertension اذا palpation يبدي بهالاتجاه والاسكلتيشن ان ذا سيم الاسكلتيشن 6 ستيب وكل ستيب بيها كورليشن وذ كاروتين وكمايل ايضا الزيت نفس الزيت بس هاي الزيت بيها بعض يعني شلون واحد عنده اربع اولاد كل واحد مخلف له واحد او اثنين فشي يعني صاروا احفاد يعني فمثلا ابنك المايترال عنده ابن هو الاكزيلا ويا الكاروتيد اذا مايترال اريا اس 1 اس 2 نو اد ساوند اي مكان عندك الاس 1 اس 2 وعندك ما عندك تريد تعرف اس 3 اس 4 فلازم تعلم انه الاس 4 هو دايستوليك ديسفانكشن لين يجي ويا الاس 1 انا بالاتريال هو نورمالي دب دب اب نورمالي الفورث
لبدب قالب ردي مصيره قالب ردي S4 قالب هذا S4 أما ال S3 هو يصير بس بنهاية السيستول عصرة فنعم مال ليفنتركل بيكوز ننفخشن الويل يصير هيرتك بيرتكسينوسيس اي ال في سيستوليك اي ال في سيستوليك وذاك اي ال في دايستوليك دايستوليك يا دايستوليك والسيستوليك والنورمال دب دب والسبليتينج نفسه بالضبط نفسه شو يكونون ولا ما صرحت فيكم شيء من الاس 4 واس 3 اقل صوتا من الاس 1 اس 2 السبليتنج سيكونون نفس القوه واعتقد هاي نوت امبورتنت يصير وين اكثر شيء بالبندل برانش السبليتنج يصير بالاي اس دي اذا افري ستيب شود بي دان ان كورليشن وذ كاروتيد وقلنا الاتجاهات بالزيت والزيت عنده كل واحد من هالابناء الاربعه عنده اولاد فولد المايترال منه اجزله اجزله والكاروتيد كاروتيد دائما إذن مايترال إيجين with axillary radiation is one S2 أو there is soft S1 pan systolic مرة normal S1 loud S2 with systolic diastolic وهكذا بس أكثر شيء هنا ينسمع هو المايترال ممكن papillary muscle dysfunction أهمنا نسوي نفس الشيء نروح وين عاد المايترال بي لأن هو المايترال والأيورتيك they are the most important valves بالheart because they are the function of the left ventricle. The left ventricle is the most important than the right ventricle with very high blood very high pressure load and the mass and volume is double or triple that of right ventricle. That أضعاف the right ventricle حجمه. Very important. High pressure system. ضغط عالي عندك محولة. العظمى يعني فنحتاج نفحص المايترال فور مايترال سينوز ايضا فالمايترال بي خطوتين والايورتيك بي خطوتين لان هذول ميجر فالز ندير السماعه للبيل ندار عليها قليلا شكرا اخذ نفس طلعه اهو طلع اقطع نعم هاي على مود المايترال سينوسيس تيرنينج ذا بيشنت ما اخذ منك 3 دقائق ما خلصان اون تيرنينج ذا بيشنت تو ذا ليفت اون تيرنينج ذا بيشنت تو ذا ليفت وذ ذا بيل اوف ذا دايف وذ ذا سيتوسكوب اند ذا اند اوف اكسبيريشن اس 1 اس 2 نو اد ساوند او ذير اس لاود اس 1 او ذير دايستوليك رامبلينج مرمر اوف مايترال سينوسيس الخطوه الثالثه ننتقل باتجاه الزيت ليب ترايكاسبيد الفورث والثيرد نعم ايضا اس 1 هناك تسمع ممكن مرمر اس ايتك سينوسيس هوكام مايترال فاب برولابس بعد ترايكاسبيد في اس دي بانس ستوريك مرمر عشتيدش احسنت البالمونري زد واروح وين للصب كلافيكولار والكاروتيد وياي الايورتيك وين اروح الكاروتيد وبعدين اقعد المريض ليه باراستينالي فور ايورتيك ريجيتيشن اذن نفس المناطق اذن واحد من ندير المريض وندير السماعة وندير البريدي اثنين ترايكاسبيد ثلاثة دائما ويا الكاروتيد البولموناري للصب كلافيكولار ليش؟ لان الفيتي دكتس ارتيريوسس والاي اس دي والبولموناري ستينوسيس كلهم يروحون هيج البولموناري ويا البولموناري بينما جماعة الايورتا وين يروحون؟ فبتروح على الايورتا خطوة رقم خمسة والسادسة ليه فرستنا end of breathing in order to hear the murmur of aortic regurgitation اللي هو طب 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 when it is the second الدم يرجع شو يسوي
soft, very soft مرمر. عكس المرمر مال في اس دي يكون كلش هار. اما الاجكشن سيستوليك مرمر لايك ذيس يعني. اجكشن. اما المرمر مال بان سيستوليك ويكون اس وان سوفت. ملاحظة مهمة بالبلمونري ستينوسيس عند ايورك ستينوسيس تحطها مغذية وشي. الجماعة يدامون هناك. ها انت طلع. يلا هسه وقت راح